سنراقب الأرض من الفضاء. منذ بداية الحضارة الإنسانية، كان البشر دائماً يسعون لفهم العالم من أجل البقاء، وهذا يشمل رصد الأحوال الجوية، تقييم المخاطر البيئية، إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين فهم المناخ. اليوم يوفر لنا الفضاء جهة نظر فريدة لمراقبة الأرض وجمع المعلومات الأساسية عن كل هذه الظواهر الطبيعية، كما أن أنظمة المراقبة البرية والبحرية والجوية مهمة جداً، ولكن رؤيتها محدودة. من الفضاء يمكنك أن ترى الصورة الكاملة لكوكبنا لإنشاء خرائط دقيقة لقياس ورصد المسائل البيئية، مثل الأمطار، إزالة الغابات، ارتفاع مستوى البحر إلى آخره. مرحباً، اسمي ويفي، وفي سلسلة الفيديوهات هذه سأخبرك كيف نراقب الأرض من الفضاء. إننا نستخدم أجهزة الاستشعار عن بعد التي يمكن أن تقيس الإشعاع، وهو الطاقة التي تنبعث من الأرض نفسها، وكذلك التي تصل إلى الأرض وتنعكس وتنبعث إلى الفضاء. طريقة انبعاث الطاقة أو طريقة تغييرها بعد الانعكاس من سطح الأرض يعطينا معلومات هامة عن كوكبنا، ولهذا الغرض يمكننا قياس الموجات الصوتية، لأنها لا تستطيع التنقل في فراغ الفضاء كما تفعل الموجات الكهرومغناطيسية التي تسافر في الفراغ ب300 ألف ثانية. ولكن للوصول إلى الأرض يجب عليها المرور عبر الغلاف الجوي، وستصل إلى الأرض فقط إذا كانت تنتمي إلى نطاقات معينة من نوافذ منحنى الطيف الكهرومغناطيسي. هذه النوافذ الجوية تتمثل في نطاقات التردد الراديوية إلى الميكروويف وأطوال الموجات تحت الحمراء إلى الضوء المرئي. ولهذا السبب، على سبيل المثال، ندرس الرطوبة الجوية التي تسمى أيضاً بخار الماء في النطاقات التي تبلغ سرعتها 22 جيجا هرتز و 183 جيجا هرتز، أو درجة حرارة الجو في النطاق الذي تبلغ سرعته 60 جيجا هرتز. ومن الأمثلة الأخرى نطاق الأشعة تحت الحمراء، حيث يمكن قياس درجة حرارة الأجسام خصيصاً لرؤية الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأجسام حتى في الظلام.